شركة الاتجاهات المتعددة، شركة سودانية عالمية الانتشار، تعمل باحترافية في اكتشاف وتطوير وتسويق الصادرات السودانية، وذلك بتشكيل الاقتصاد المجتمعي السوداني عبر شراكات ذكية مع قطاعات صغار المنتجين والقطاع الخاص. شركة الاتجاهات المتعددة شركة كبيرة جدا، ذات رؤية وأهداف كبيرة وأهداف استراتيجية، ونحن من خلال أهداف الشركة الاستراتيجية استصحبنا معنا أو حنستصحب معنا إن شاء الله المجتمع في مسألة الإنتاج والإنتاجية تماشيا مع توجهات الدولة والخطة الاستراتيجية بتاعت الدولة وفيما يختص بالإنتاج والإنتاجية. تعمل الشركة من أجل تطوير الصادرات السودانية أفقياً بالانتشار المتنامي في الأسواق العالمية، ورأسياً بتطوير المنتجات لتكون جاهزة للاستخدام وفق المواصفات العالمية. نحن في شركة الاتجاهات المتعددة نعمل بتآزر فعال وتناغم متكامل. الحاجة دي أدت إلى أنه تكون هوية الشركة موحدة برغم اختلاف مجالات عملها. على سبيل المثال في قطاع الحبوب، في قطاع الحبوب بنقوم باستزراع المنتجين لإنتاج الحبوب، بعدين بنقوم نعصرها في معاصر الزيوت المختلفة، من ثم نقوم بتصدير الزيوت إلى الصين وإيطاليا وتوفير الأنباز إلى قطاع الثروة الحيوانية كمركزات. المركزات دي هي بتكمل لي الأعلاف. اختارت الشركة العمل في المجالات ذات الميزات التفضيلية كمنتجات سودانية، وهي مجال الانتاج الحيواني ويشمل الأبقار، الضأن، الإبل، ومجال الانتاج الزراعي ويشمل الصمغ العربي، الحبوب، المنتجات البستانية. بحمد الله وصلنا إلى 85% من الحصة السوقية للحوم الطازجة لمصر، بعد ما تعاقدنا مع الحكومة المصرية لتوريد 200,000 طن من لحوم الأبقار بأكثر من مليار دولار، والتوريد مستمر بصورة سلسة زي نهر النيل بدون انقطاع. وأصدى التعاقد والتنفيذ الجيد بلغت كل الوطن العربي من المحيط للخليج، وبقت تجينا حصص مغدرة من السوق الإماراتي وقطر والبحرين، والشغل الكبير في السوق السعودي والاختراق التم فيه. الراجح الدولية ترى أنها هي وشركة الاتجاهات المتعددة ممكن العمل سويا من أجل شراكات مستدامة طويلة الأجل وتحقق الفائدة لأطراف العملية، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يكون الصادر من السودان التي مثلا الاتجاهات المتعددة تقوم بتصديرها يكون كله من دخل أو إنتاج سوداني مواد أولية، ولا يحتاج إلى أنه يستورد مواد معينة من أجل تصدير منتج نهائي. ولأن الاقتصاديات الناجحة تقوم على فكرة التكامل والتآزر في مجالات عملها، ولتحقيق وتطبيق ما يسمى بسلسلة القيمة المضافة، بدأت الشركة بإنتاج الأعلاف المطورة. بدأت الفكرة من شهر يوليو سنة 2016، وبالمصادفة طبعا احنا كنا في يعتبر في موسم درجات الحرارة بتكون مرتفعة فيه، فكان اتخاذ القرار ان احنا نزرع ذرة شامية في هذا التوقيت في ولاية الخرطوم كان محتاج جرأة في اتخاذ القرار، والحمد لله قدرنا احنا وشركة اتجاهات ان احنا ناخد القرار ونبدأ تجربة الحمد لله ربنا وفقنا فيها، وقدرنا نعمل طفرة في انتاج الاستلاج. إن شاء الله بالشراكة مع شركة الاتجاهات بنهدف إن احنا نوصل في خلال 3 سنوات لإنتاج أقل حاجة 1,000,000 طن سنوية. والفكرة الجديدة كلها اللي احنا دلوقتي شغالين وبنبني عليها هو إن احنا ننشئ مصانع لتصدير السلاج لخارج السودان، ودي حاجة جديدة. بعد ما السودان كانت بلد مستوردة للأعلاف هتصبح بلد مصدرة للأعلاف وللإنتاج الحيواني، فبالتالي وفرت إلى تحسين الجودة في إنتاج اللحوم. في مجال الصمغ العربي كان التحدي الأكبر
هو السوق المفتوح للمنتج السوداني. الاتجاهات الآن في القيمة المضافة بنبيع الصمغ الآن عبارة عن ميكانيكال باودر اللي هو مطحون زائدا حبيبات. فالاتجاهات حريصة جدا إنها تكون قريبة من المستهلك النهائي. كيف؟ بإنه إحنا هنعمل مخزون استراتيجي في مناطق الحرة أو البونت في كل من الصين وأمريكا ودبي. اشتغلنا مع كل من أوروبا اللي هو فرنسا بريطانيا إيطاليا اليونان، اشتغلنا مع آسيا في الهند وتايلاند واليابان. الآن دخلنا في موضوع الإنتاج في مدينة القضاري في مدينة السرف سعيد بخمسة ألف لسبعة ألف ونص فدان، ودخلنا في إنتاج عبر المنتجين في جنوب كردفان عشان ما ندخل في مضاربات في السوق ونرفع الأسعار فنخلي أثر على المنتج قليل. وفي مجال الصادرات البستانية جاء توطين التقنية كخيار استراتيجي يؤثر في الجودة والإنتاجية. هو الهدف الرئيس عموما من زراعة الموز في السودان هو نقل تقنية جديدة لطريق زراعة الموز، بداية من الشتلة، وبنجيبها شتلة تيش كالشر، بتيجي شتلة عاملة يعني صغيرة بتتعمل في صوب محمية، بتتربى في صوب محمية أو بيوت محمية. البيوت المحمية دي برضو فيها مواصفات فنية زي تبريد، زي تكييف للهواء، زي ري بالتنقيط، فتبقى أنظمة جديدة كلها بالنسبة لتربية الشتلة في السودان. أول مرة تحصل تربية الشتلة في الصور وريها بالتنقيط. وبعد اكتمال خطة المرحلة الأولى للشركة بتصدير 800 ألف رأس من لحوم العجول لجمهورية مصر العربية، وبتآزر جميع العاملين فيها والمتعاملين معها، قامت شركة الاتجاهات المتعددة ببناء خطة استراتيجية للمرحلة الثانية، قوامها الأساسي زيادة الإنتاج من المنتجات الزراعية والحيوانية لتعظيم الصادرات ورفع جودة المنتجات لتواكب أعلى المقاييس العالمية، وتصديرها بكميات كبيرة عبر وسائل النقل المختلفة لجميع قارات العالم باتفاقيات استراتيجية إقليمية ودولية، حتى تحقق للسودان صادرات بقيمة 5 مليارات دولار. التآزر هو ضمانة النجاح المتوازن الذي يضمن للجميع تحقيق أحلامهم في تناغم بديع. جهات حكومية، شبه حكومية، غير حكومية، قطاعات المجتمع المختلفة، مجموعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وكبار رجال الأعمال ودول الجوار وكل الآخر. فبالتآزر وحده سيشهد العالم قريبا أن السودان سلة غذائه الكبيرة إن لم تكن الوحيدة.